من جديد يعيد التاريخ نفسه دون أن يستغرق عقودا ولا قرون. بعد 76 سنة فقط من النكبة الأولى يمارس الاحتلال الإسرائيلي كل معاني التهجير والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. الشعب الذي يعيش مأساة حقيقية لكنه يقاوم كمقاتل الأساطير بروح لا تقبل الهزيمة، مستمرة في النضال تحت آخر قطرة دم، ولن يقبل تحت أي ضغط بصفقات ملوثة بدم شهدائه.